يسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والتبديل والنقصان. أحمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى، وخصوصا نعمة الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننال بها الغفران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حث على تعلم القرآن وتعليمه والتفكر فيه وتفهيمه والعمل بأحكامه والوقوف عند حدوده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشايخنا الكرام، ضيوفنا الفضلاء، أبناءنا الطلبة، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الاحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لأول مرة في تاريخها، تكريماً وتحفيزاً وتشجيعاً لحفظة كتاب الله العزيز. هنا نلتقي لتكريم أوائل حفاظ القرآن الكريم على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا، والذين تفوقوا في امتحانات حفظ القرآن الكريم التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الإنقاذ الوطني. وخير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ محمد خيري بن يوسف، أحد الطلبة المتحصلين على التراتيب الأولى، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم. بارك الله فيكم على تلبية هذه الدعوة في حضور احتفال تكريم الأوائل من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ونرحب بالضيوف الأكارم جميعا، ونرحب بالمجلس البلدي طرابلس ودار الإفتاء ومكتب أوقاف طرابلس ومكتب أوقاف مصراتة، ونرحب أيضا بالجمعية الليبية لعلوم الكتاب والسنة، كما نرحب بضيوفنا من رئيس الجوازات العامة بارك الله فيه على حضوره وتلبيته الدعوة، كما نرحب بأجنحة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الزكاة، صندوق الزكاة، واليوم حاضرا معنا بارك الله فيهم على حضورهم، كما نرحب بالمعهد التخصصي للدراسات الإسلامية التابع للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنه وكرمه وبحضوركم معنا هنا، سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الاحتفال وتكريم أبنائنا من الطلبة حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى المتحصلين على العشرة الأوائل على مستوى ليبيا في إجازة حفظ القرآن الكريم لسنة 2015. نكرمهم وما نقدم لهم إلا قليلاً مما يحتاجونه من الكثير منا من التقدير والاحترام والوفاء.
فالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تتشرف برئيسها ومدراء إداراتها وموظفيها وكل العاملين بها من مكاتبها، أيضاً من صندوق الزكاة والمعهد التخصصي للدراسات الإسلامية، كلهم يزدادون شرفاً بتكريمهم لأبنائنا الطلبة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم الذي هو دستورنا، ونفتخر بحفظنا له وإتقاننا لحفظنا له. فأبناؤنا الطلبة في كل البلدان في ربوع العالم جميعاً ليتسابقون ليتحصلوا على التراتيب الأولى في جميع البلدان وفي جميع أصقاع العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه منة وعطية من الله سبحانه لأهلنا في بلادنا ليبيا. ونحن إذ يعني نحث أبناءنا الطلبة نقوم بهذه المبادرة البسيطة التي تقدم لأبنائنا من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أننا كنا نرجو أن يكون الاحتفال أكبر وأن يكون التكريم أكثر، حيث كان المقترح الأول لتكريم الفائزين أو المتحصلين على التراتيب الأولى كان المخطط أن يكرم الثلاثة الأوائل على كل بلدية من بلديات بلادنا، إلا أن الظروف حالت دون ذلك. فنحن يعني من هنا نوصل إليهم احترامنا وتقديرنا للفائزين على البلديات، ونعتذر لهم لعدم إمكانياتنا لتكريمهم وحضورهم معنا في هذا اليوم المبارك. لعل تكريم طلبة القرآن الكريم هو الذي سيوصلنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بر الأمان، ولعلها تكون أيضاً القرآن الكريم هو الذي سيلم شعتنا وسيوحد صفنا. والقرآن الكريم دائماً كلمة أقولها تذوب معه كل الفوارق، تذوب معه الجهوية والقبلية والعصبية. فالقرآن الكريم يعني يسوي بين الناس، التقي منهم تقي والفاجر منهم فاجر. ولذلك لابد من لجوئنا إلى القرآن الكريم الذي يدعو إلى الوسطية وإلى الاعتدال وإلى نبذ العنف وإلى عدم سفك الدماء وإراقة الدماء إلا في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك هنا رسالة نبعثها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، أن طرابلس هي عاصمة الثقافة الإسلامية، طرابلس هي التي تكرم أبناءها من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، طرابلس التي تنعم بالأمن والأمان. الآن تقام فيها الحفلات لتكريم أبنائنا الطلبة، زادهم الله علما وزادهم الله حرصا. وأجدد مرة أخرى بارك الله فيكم على حضوركم، ونحن كلنا نتشرف بحضورنا بين أبنائنا الطلبة الذين يحملون بين صدورهم دستورا خالدا معجزة أنزل من عند الله سبحانه وتعالى على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنتشرف بتكريم القراء حملة كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة على أهل الإسلام. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى بتعليم القرآن على عباده قبل أن يمتن عليهم بخلق الإنسان، فقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا الكتاب الذي هو رحمة الله وفضله، الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن الذي من نور الله قلبه فضله على متاع الدنيا كلها، وصرف الله عز وجل نظره واهتمامه عن زخارف الدنيا وزينتها إلى تفيؤ ظلال هذا الكتاب
الذي جعله الله هدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أوتيت كتاب الله والسبع المثاني، فهل تنظر بعدها إلى هذه الدنيا وزخارفها؟ هذا الكتاب الذي ما أكرم أهله في بلد إلا وعزت وسادت وحلت عليها بركات الله تبارك وتعالى ورضوانه، وما أهين أهل هذا الكتاب وحملته في بلد إلا ضربها الله سبحانه وتعالى بالذل وبالآفات وبالابتلاءات جزاء وفاقا، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا على إكرام أهل القرآن. وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فما ظنك بكتاب الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة الكرام، نتشرف اليوم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بخدمة أهل القرآن، وأن يكونوا في المحل اللائق بهم، وتطلعاً وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروف هذا الكتاب وحدوده، لا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا باتباع شريعته، كتابه سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمهما سلف هذه الأمة الكرام، وأن يمن علينا بالرخاء والأمن وجمع الكلمة على الحق في بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نحكو بجميع حضور ونشكر الإخوة الأوقاف على عمل التقييم هذه لحفظ كتاب الله. كما سلف الشيوخ قبلي، حفظ كتاب الله هم دليل ليبيا في ونورها للخروج من الأزمة هذه. زي ما نعرف أن كتاب الله به تحفظ البلاد ويحفظ العباد، والشرف الأكبر لمن حفظ كتاب الله وعمل به. فإحنا اليوم هذا نتشرفوا كبلدية طرابلس المركز بأن إحنا نكون حاضرين لحفل تكريم الحفظة حفظ كتاب الله اليوم، يجونا لبيتهم من جميع أنحاء ليبيا، بيتهم طرابلس اللي هي تضم جميع الليبيين من كل أنحاها، وهي المرشد والدليل في التعايش السلمي بين كل الليبيين. واللي نتمنوا ان احنا ان شاء الله بعم الامن والسلام على ليبيا كلها. طرابلس العاصمه اللي هي عاصمه تاريخيه عمرها اكثر من 3000 سنه، ولما جاء فيها الفتح الاسلامي كانت هي مناره وقاعده لدعم الفتح الاسلامي في شمال افريقيا بالكامل وفي افريقيا. وكانت كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفونا في الفتح، وكانوا يعني ينارة لنا في ليبيا، وببركات القرآن وبالدين الإسلامي يعني ليبيا إن شاء الله رب يحفظها جميعا. نشكر جميع القائمين على هذا الاحتفال وعلى التكريم، ونعود ونقول إن شاء الله حفظ كتاب الله إن شاء الله يكونوا من الحافظة ومن العاملين به، وإن شاء الله يكونوا من الدعاء لكتاب الله. أما الآن فمع كلمة لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني العام يلقيها فضيلة الشيخ جلال الحسن، فليتفضل مشكورا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سألني من لا بد لي من إجابته أن أتقدم بكلمة قصيرة، ولا بد لي أيضا أن أستسمح المشايخ عذراً أن أتحدث بين أيديهم. أحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك مع إخوة لنا طيبين، مشايخ كرام وعلماء أفاضل وطلبة نجباء على مائدة القرآن الكريم.
هذه الصورة الطيبة التي هي صورة من صور عناية هذه الأمة بكتاب ربها على مر العصور، فما زالت الأمة تعنى بكتاب الله عز وجل خلفاً عن سلف، تعلماً وتعليماً وأدباً وخلقاً وسلوكاً وعقيدةً ومنهجاً. وهذا ما نتمناه، أن يكون هذا الكتاب العظيم هو منهج حياة لنا في أخلاقنا وسلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا وأحكامنا. فهذه الصورة الطيبة المباركة هي صورة أيضاً من صور إكرام أهل القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام ذي السلطان المقسط، وإكرام حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، بل غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن أكرم أهل القرآن وممن عمل بالقرآن، حتى نكون من المكرمين في الدنيا والآخرة. صورة طيبة أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم تحفيزاً وتشجيعاً لأهل القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهنا نلحظ ملحظاً في قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل خيركم من حفظ القرآن، ولكنه قال خيركم، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، لأن لفظ التعلم لفظ شامل للحفظ والتدبر والعمل. نبدأ تكريم حفاظ كتاب الله العزيز الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في امتحانات القرآن الكريم للعام 2015. نبدأ مع الطالبة أو الحافظة أو الشيخة التي تحصلت على الترتيب العاشر، وهي أسماء رمضان غيث الترهوني من مكتب أوقاف طرابلس، إذا كان هنالك من ينوب عنها. نعم، إذن هذه الأخت أسماء رمضان غيث الترهوني تحصلت على الترتيب العاشر على مستوى دولة ليبيا، وهي تتبع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. أما بالنسبة للترتيب التاسع فقد كان من نصيب الأخت تهاني عطية أحمد بادي من مكتب أوقاف مصراتة. إذن كما ذكرنا كان الترتيب التاسع من نصيب الأخت تهاني عطية أحمد بادي من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. أما الترتيب الثامن فقد كان من نصيب الطالب أو الشيخ علي مسعود سالم حميد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية غريان. فليتفضل. الشيخ لو سمحت. إذن الترتيب الثامن هو من نصيب الشيخ علي مسعود سالم حميد من مكتب أوقاف غريان. هذا الشيخ هو كفيف البصر إلا أن قلبه نور على نور، وقد تحصل على الترتيب الثامن في حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا. أما الترتيب السابع فقد كان من نصيب الطالب أو الشيخ محمد خيري مصطفى بن يوسف من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. نحن بقين من الآن محمد خيري. إذن كما ذكرنا الترتيب السابع كان من نصيب
الشيخ محمد خيري مصطفى بن يوسف من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. نتمنى من الضيوف الكرام أن يبقوا معنا. أما الترتيب السادس فقد كان من نصيب الشيخ عبد الرحمن يوسف سعيد سعيد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن. إذا كما ذكرنا الترتيب السادس كان من نصيب الشيخ عبد الرحمن يوسف سعيد سعيد من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن. أما الترتيب الخامس فقد كان من نصيب الشيخ محمد جمال مختار أبو ختالة من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة. إذن الترتيب الرابع كان من نصيب الشيخ علي صالح محمد محمود من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن. الترتيب الثالث في امتحانات حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى دولتنا الحبيبة ليبيا كان من نصيب الشيخة عائشة بشير علي أزليتني من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الخمس. أما الترتيب الثاني فقد كان من نصيب الشيخ عبد الحميد محمد سليم أبو فارس من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصر. من جديد على ما جاء من السيد رئيس الهيئة أن المتحصلين على التراتيب الأولى لهم حق التعيين على درجة الوظيفية الثامنة. إذن الترتيب الأول فقد كان من نصيب الشيخة فاطمة عبد السلام محمد المرابط من مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية زليتن. ويستلم عنها وليها. وقد كانت نسبة نجاحها 97.875. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عادل طه إبراهيم النجار. الوظيفة رئيس قسم التوجيه وتقويم القياس بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. في العام الماضي اللي هو سنة 2015 بدأنا في امتحانات نري الإجازة حفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة شهر 10 الماضي بالضبط، التحديد كان تقريبا يوم 10/10. اشتغلت عدة لجان على مستوى الدولة وقسمنا تقسيم جغرافي مناطق يعني كل لجان. والحمد لله يعني برغم وجود الصعوبات لكن الحمد لله العمل كل بالنجاح. عدد الطلبة اللي هم دخلوا الامتحان التحريري كان 1013 طالب بالضبط. وفق منهم حوالي 700 وكسرك. وطبعا كان في تنافس يعني ما بين الطلبة، وخير دليل العشر الأوائل أن الترتيب الأول العاشر يعني 96 درجة. يعني المحصل 97 كذا هذا مش من ضمن العشر الأوائل. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحيم. اسم محمد مخزوم حكومة، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. الحفل هذا هو خاص بتكريم الطلبة الأوائل اللي دخلوا الامتحان القرآن الكريم لسنة 2015. طبعا هذا من النوع من الاهتمام وتحفيز لأهل القرآن، بحيث أن هذا التكريم طبعا إن شاء الله سينقل على وسائل الإعلام ويشوفوا. طبعا بالنسبة للطلبة نفس محداتهم يشعروا أن فيه اهتمام من المؤسسة اللي هي مخولة بالاهتمام بالقرآن الكريم. وفوق هذا احنا نطلعوا للتحفيز الآخرين، يعني الأهالي يدفعوا بأبنائهم لحفظ القرآن الكريم. طبعا هو كان ربي يمن علينا، وانتشر كل ما ينتشر القرآن الكريم كل ما ينتشر معه الخير والبركة إن شاء الله. لا هو الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا في ليبيا هذه ميزه عندنا في القران الكريم، عندنا تفوق غير عادي الحمد لله، ودليل على ذلك المسابقات الدوليه والمشاركات فيها اتبان فيها المستوى العام. ومع ذلك حتى العشر الاوائل اللي حصلوا هذوما الفارق بين الاول بكل والعاشر ما يجيش حتى كله درجه ونص ودرجتين، يعني كله بربع درجه نص درجه وهكذا لين توصل والحمد لله كان توزيع حسب الجهود. يعني في الطلب اللي حصلوا على الترتيب الاول من الاوائل العشره، في من زليتن وفي من مصراته وفي من الخمس وفي من غريان وفي يعني من طرابلس من سوق الجمعه وفي خزي متنوع يعني.
هذا مش دليل ان هم البقيه مستوى ضعيف، لا بالعكس عندنا مستوى ممتاز، عدد كبير جدا يعني، يعني توصل حتى هم الان اللي تم اثباتهم في النتيجه العموميه 700 طالب، يعني لا يقل نقول لك ان 70% 100% على المستوى العام من الممتاز الى الجيد يعني. والله لا هو اللي مسلمه بالكامل يعني، احنا عندنا تعميم بس في بعض المناطق يعني لعدم وجود يعني طلبه جاهزين امتنعوا عن المشاركه حسب ما عندهم امكانيه، لكن الغالبيه احنا شاركوا يعني الحمد لله. في مدن من الجهه الشرقيه شاركت؟ في من درنا وفي من جدابيه وفي حتى من الكفره قصدي غير، بس هذه المدن اللي اتيحت الفرصه ان احنا نتواصل معاهم بحكم تعرف ان الظروف الراهنه في البلاد كيف في الطريق وكذا، كان في نوع من الصعوبه اللي جان توصل للاماكن هذه، لكن ما الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى ندنا الامتحانات عندهم والحمد لله جابوا نتائج كويسه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. احمد ابراهيم شتاوي رئيس الهيئه العامه للاوقاف والشؤون الاسلاميه. الحمد لله رب العالمين، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنا من تقديم هذا الاحتفال المتواضع الذي نكرم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى حمل كتاب الله وهم المجازين خلال سنة 2015، وقد قمنا بتجهيز هذا الاحتفال لتكريم العشر الأوائل على مستوى بلادنا الحبيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن كنا نتمنى أن يكون مشروع الاحتفال أكبر، وقد قمنا بتجهيز يعني الاحتفال بأكبر من هذا، حيث كانت الخطة بتكريم الثلاثة الأوائل على كل بلدية، إلا أن كما تعلمون تجميد بعض الحسابات وبعض الأرصدة لم يمكننا من ذلك، فاقتصرنا على العشر الأوائل، وهذا يعني قليل يعني يدفع أو يقدم لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن النتائج كانت يعني عظيمة جدا، حيث أن يعني الترتيب كلها متقاربة جدا جدا، ولذلك يعني جعلنا الهدايا أو العطايا التي تقدم لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى هي يعني متساوية أو متماثلة، لأن الدرجات يعني متقاربة جدا جدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يدل على أن بلادنا الحبيبة لا زالت بخير، وأن يعني يحفظ فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن من هنا من عاصمتنا الحبيبة طرابلس أن العاصمة يعني لا زالت تشد بأيدي أبنائها الذين يحملون كتاب الله والذين هم يدافعون عن الإسلام، ونحن نكرمهم ويعني نقدم لهم القليل بجانب الكثير الذي يحتاجونه منا من تقدير ومن وفاء ومن عطاء، إلا أن ما بأيدينا نقدمه لهم ولن نبخل عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لا زالت تجري مسابقات على مستوى الوحدات والمكاتب بالمدن المختلفة، وإن شاء الله سيكون هناك يعني مسابقة شاملة على مستوى البلاد، وسيشترك فيها جميع المدن وجميع المناطق سواء كانت الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية، وسيكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى المسابقة في الأيام القادمة، سيحدد الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله لن نألو جهدا في تحفيز أبنائنا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو دستورنا والذي هو نرى فيه أنه سيوحدنا وسيجمع كلمتنا وسيلم شعتنا بإذنه سبحانه وتعالى. كما أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية يعني بادرت بموافقة من حكومة الإنقاذ أو برئاسة وزراء من حكومة الإنقاذ الوطني بأن يكون هناك تعيينات لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تمت الموافقة وبدأنا فعلا في الإجراءات، حيث سيتعين حامل كتاب الله سبحانه وتعالى على الدرجة الثامنة ويكون معينا في موظفا في الدولة، وهذا كله تحفيزا ويعني ترغيبا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.